قلعة الخطر، تأليف الكاتبة الإنجليزية ماري ستيوارت، إعداد درامي السيد فراج، إخراج ناهد الطحان. ليندا، ليندا، كاتي، أسبوع لم أراك يا ليندا، ما الخبر؟ معذرة يا كاتي، سأودع إنجلترا وأعود إلى موطني ومسقط رأسي. فرنسا؟ بالطبع. وافقت صاحبة الإعلان على استخدامك مربية؟ أجل، في قصر ديفالمي في قرية سوبيروس في فرنسا. سوبيروس؟ أجل، إن لي قريبا يعمل حارسا لغابة بالقرب من هذه القرية. عظيم جدا، أرجوك أرجوك أن تخبريه عني يا كاتي، فأنا لا أعرف أحدا هناك. نعم سأخبره، ولكني أنا التي سأدفع الثمن. ثمن ماذا يا كاتي؟ ثمن ابتعادك عني، وأنا السبب. أعطيتك جريدتي هذه الوظيفة لتغادري المدرسة وانجلترا إلى باريس. كاتي، إنها الفرصة الوحيدة أمامي. أنت تعرفين أني وحيدة منذ أن فقدت والدي وأشعر بالعزلة. أتستكثرين علي هذا؟ كيف تكونين في عزلة ونحن معك في المدرسة والسكن؟ نحن نحبك يا ليندا. صديقتي العزيزة كاتي، أنا ولدت في فرنسا وعشت فيها حتى بلغت 13 عاما، ثم أتيت إلى هنا في إنجلترا، وفي نفس العام رحل والداي من الدنيا، وقضيت في ملجأ الأيتام 5 سنوات. أعرف هذا يا ليندا، ثم قضيت معنا 2 عامين معلمة في مدرستنا الابتدائية هنا. إذن عمري الآن 20 عاما. وماذا لو عرفت صاحبة الإعلان أنك فرنسية الأصل وهي كانت تطلب مربية إنجليزية؟ 7 سنوات قضيتها معكم هنا في لندن، ألا تكفي أن أكون إنجليزية؟ ليون ديفالمي، هذا الاسم كانت له حادثة، حادثة سقوطه من فوق ظهر جواده. قرأتها أمي يوما، وذكرت الجريدة أنه أصبح عاجزا فوق كرسي بعجلات بعد أن كان ماهرا في السباق. ها هي الأقدار تجعلني أعمل مع عائلة ديفالمي. مرحبا بك يا ليندا، أنا السيدة هيلواز التي وظفتك، برنارد السائق، وهذه هي سيارتنا. مرحبا بك. مرحبا بك في باريس. مرحبا بكما، تفضل. هذه حجرتك الخاصة بك، وهذا الممر يؤدي إلى غرفة نوم السيد فيليب، وأمامها حجرة جلوسك وبجوارها الحمام. شكرا يا سيدون، يبدو أننا سنصبح صديقتين في هذا القصر. بالطبع، ألسنا إنجليزيتين؟ أنا ليندا مارتن، المربية الجديدة. لابد أنك فيليب. أجل، هل ستعلمينني اللغة الإنجليزية؟ أجل، أنت لا تبدين مثل مربية. أتريد أن... كلا، أحبك كما أنت، لا تتغيري. هل قابلت عمي ليون؟ أجل، أتمنى أن يعود عمي هيبوليت بسرعة لأني أحبه، أما ليون هذا فأنا أكرهه. لماذا فيليب؟ ألم يوفر لك عمك ليون كل شيء تريده؟ لا يعطيني شيئا. إذن فلتأخذ ما تريده من عمتك هيلواز. إنها ليست ملكهم ليعطوني. أوه. إنها ملك والدي، وهي الآن ملكي. بالطبع بالطبع، إنها ملكك، إنه يحتفظ بها لك، إنه الوصي عليك يا فيليب، أليس كذلك؟ الوصي؟ أنا لا أعرف هذه الكلمة. الوصي معناها يا فيليب أنه يهتم بقصر فالمي
حتى تكبر ثم تتولاه أنت. هل هذا معنى الوصي؟ أجل، إذن عمي هيبوليت يكون أيضا وصيا. لقد سمعت والدي يقول عمي ليون وصي علي للأملاك، وعمي هيبوليت وصي علي. آه يا صغيري، وهل ما زلت تتذكر ما قاله والدك؟ نعم يا مس مارتن، وما قالته والدتي أيضا. والدي قال يحافظ ليون على المكان أن يستمر، ونحن نثق في أنه سيفعل هذا. وقالت والدتي ولكن يجب أن يأخذ هيبوليت الطفل إذا حدث أي شيء لنا، لا يجب أن يترك مع ليون. وهل تحب عمك هيبوليت؟ جدا يا مس، كنت أتمنى أن أظل معه، لكنه ذهب إلى اليونان ولم يستطع أن يأخذني. لا تقلق، لابد وأنه سيحضر قريبا. الآن أنا جاهز. وأنا كذلك، هيا بنا. عمك ليون مر بكرسيه هناك إلى الشرفة. فليمر كما يريد، إنه يتحرك في منزلي، فكل ما ترينه ملكي. مس مارتن. أجل سيدي. عندما تعودين وتصعدين حجرة فيليب علميه كيف يكون الأدب. فيليب. أجل يا مس ليندا. اعتذر لعمك عما بدر منك. ولماذا أعتذر؟ هل أخطأت؟ هل تطاولت عليه؟ هل كنت وقحا؟ يا نسا، يا نسا. أجل. أنت المربية الجديدة في قصر دي فالمي؟ أجل. أنا ويليام بليك من عائلة كاتي زميلتك في المدرسة. أجل. حدثتني عنك كثيرا وتريد أن تطمئن عليك. أشكرك جدا، سأرسل لها كتاباتي من الغد. وهو كذلك. ماذا تعمل هنا وأين؟ أنا أعمل حارس للغابة في مقاطعة ديودونيه المجاورة لكم. أنا مسرورة لرؤياك وأرجو أن نكون على اتصال دائم. وهو كذلك. ما رأيك في هذه القبعة يا ميس ليندا؟ رائعة يا فيليب. هيا أسرعي معي، فالغابة اليوم رائعة. فعلا يا فيليب، انقشع الضباب وتحركت الأشجار. لا تذهب بعيدا يا فيليب. أريد أن أرى الدب. لا توجد في فرنسا دببة، ربما خنازير برية. يقول برنارد إنه اصطاد دبا، وعندما أكبر ستكون معي بندقية. فيليب، هل أصابك شيء؟ أنا بخير، أنا بخير. جذع الشجرة فقط هو الذي أصيب. لا تطلق الرصاصة أيها الغبي، يوجد أناس هنا. أنا نجوت يا مس ليندا، لماذا تلتفتين يمينا ويسارا؟ ربما كان أحد الأغبياء يصطاد خنزيرا. انتظر هنا، سأذهب لأرى، ربما يكون مجرما أطلق الرصاص. ليه؟ سنذهب للمنزل. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ شخص ما في الغابة أطلق الرصاص تجاه فيليب. أطلق الرصاص على فيليب وهو قتله، وأخطأه لأنه سقط وقد أصابت الطلقة غصن الشجرة. هذا جنون، من يجرؤ؟ هل رأيت من هو؟ كلا، لم أرى أي شخص، ولكني أعتقد أن السيد ليون يستطيع أن يعرف من كان في الغابة. أين السيد ليون يا سيدتي؟ إنه في المكتبة، سأذهب لأقابله. سيتضايق بشدة، ولكن انتظري، لا تقابليه أنت، سأقابله أنا. أتمنى أن يشعر بشيء أكثر من التضايق. فيليب، هيا. من هذا الغبي الذي أطلق الرصاص على فيليب وأصاب غصن الشجرة بدلا منه؟ لقد لفت الأنظار إلى محاولتنا للتخلص من الصبي، وجعل تلك المربية الحمقاء تأخذ حذرها. فلنجد طريقة أفضل وأكثر هدوءا للتخلص منه. لا وقت لدينا للمحاولات الفاشلة، نحن مهددان بالإفلاس. ما لم ترث الثروة بعد وفاته لن نستطيع أن نواصل حياتنا إلا كضيفين ثقيلين على قصر هذا الصغير. اطمئني، سوف ننجح، المهم أن تساعديني. لا بأس، لا بأس، قل لي ماذا تريد مني أن أفعل وسأفعل أي شيء، سأقبل بأي شيء. أن أظل زوجة لك وأنت أب مقعد على مقعد متحرك، ها؟ سأقبل بكل شيء إلا الفقر، إلا الفقر، هل تسمع؟ ادخل.
تعالي واجلسي يا أنسة مارتن. هل أخبرتك المدام؟ يبدو أننا عائلة غير محظوظة، جاءت إلي وكانت مضطربة وقلقة، وأنت أيضا يا مارتن أراك قلقة، ومن الأفضل أن تتناولي بعض الشراب. أشكرك. أخبريني عما حدث. سأحكي لك ما حدث منذ خرجت مع فيليب. هذا يا سيدي كل ما حدث. أعتقد أنك ستكون قادرا أن تكتشف من خرج اليوم ومعه بندقية. سأفعل ما في وسعي، إن عملي يتم بواسطة التليفون، وعندما أكتشف سأفصله من المقاطعة. هل خرج شخص ما بالفعل؟ بالطبع، ولكن من أطلق الرصاص سيحرص على أن يخفي آثاره. ألا ترى أن هذه المسألة من اختصاص البوليس؟ إذا كانت هناك فعلا حادثة. أجل، ولكن حادثة. لا أظن أنها حادثة. ماذا تقترحين يا آنسة؟ لماذا لا تردين؟ هل هي جريمة قتل؟ إنك منفعلة كثيرا، أليس كذلك؟ من يريد أن يقتل طفلا؟ إنني أستغرب، فليس لفيليب أعداء؟ أظن لا، ولا أصدقاء أيضا. لم أكن أقترح هذا، ولكن أليس من الممكن أن تكون مجرد حادثة؟ فالمكان مكشوف، ولابد أنه استطاع أن يسمعنا. هل كنت تنوين إبلاغ البوليس؟ بالطبع، ولم لا؟ كيف لا أخاف؟ وهذا الحجر الكبير قد تحرك من مكانه. لم ألحظه هكذا من قبل يا ميس ليندا، لا تقلقي سيصلحونه. يا صغيري، سيارة من هذه التي جريت إلى الشرفة لتراها؟ فلوريموند، مصمم الأزياء المشهور، صديق عمتي، هو من إنجلترا، هل تعرفينه يا ميس؟ فلوريموند؟ بالطبع، سمعت عنه كثيرا في بيت البنات الذي كنت أقيم فيه. فليريموند هذا واحد من أشهر مصممي الأزياء المشهورين يا فيليب. أتحب ميسيو فلوريموند؟ جدا. إذن هيا ننزل لرؤيته عند عمتك. كيف حالك يا فيليب؟ أنا في صحة جيدة، أشكرك ميسيو فلوريموند. يبدو أن الهواء في فالمي يناسبك، ولا بد أن تكون سعيدا لأن لديك رفيقة شابة جميلة. دعني أقدم لك الأنسة ليندا مارتن، مربية فيليب، لابد أنك سمعت عنها. بالطبع يا مدام هيلواز، عندما حضرت إلى فالمي كانت متعتي رؤية من يرتدون أزياءك. أشكرك يا أنسة مارتن، الحياة هنا في باريس سوف تروق لك. سيدتي هيلواز، رسالة تليفونية وصلت من السيد راؤول. أجل يا سيدون. طلب مني أن أخبرك أنه في الطريق إلى هنا يا سيدتي. وهل عرف سيدك اليوم؟ نعم، لقد عرفت. سوف يأتي الليلة من بليفيجان. حسنا، كم هو سر جدا، آمل أن يتناول معنا العشاء. سيدون تلقت رسالته، هل قال سيحضر على العشاء يا سيدون؟ كلا يا سيدي، لقد قال إنه سيتأخر كثيرا، ولكنه سيحضر هذه الليلة. ألم يبدو أن هناك أي شيء خطأ في بليفيجن؟ كلا يا سيدتي مطلقا. لا داعي للقلق يا أصدقائي، من المحتمل أنه جاء هاربا من الطقس السيء هناك. هو عادة لا يهرب من أي طقس، ولا أعرف لماذا يترك بليفيجن ويأتي إلى هنا. السيد راؤول يا ليندا ليس ابن مدام هيلواز، لكنه ابن سيدة أخرى تزوجها السيد ليون قبلها وتوفيت منذ 22 عاما، وكان عمره وقتها 8 أعوام، ومضت 26 عاما منذ تزوج ليون هيلواز، و12 عاما منذ حادثته والتي بسببها
أصبح جالسا على الكرسي المتحرك. ومنذ متى وأنت معهم يا مدام سيدون؟ أنا هنا منذ 32 عاما يا أنسة ليندا، منذ تزوج ليون زوجته الأولى ديبي وأنجب منها رؤول الذي صار شابا وهو القادم إلينا. وكيف أتيت إلى هنا يا مدام سيدون؟ مع مدام دي فالمي الأولى ديبي من شمال إنجلترا، كنت أخدمها منذ طفولتها، وقابلت السيد ليون في باريس ذات ربيع وتزوجت وطلبت مني أن أرافقها إلى هنا. وما حكاية فيليب مع المربية التي سبقتني؟ أخبرتني مدام هيلواز بأنها لم ترغب العيش في فالمي. كلا، كانت فتاة هادئة وجميلة، وكانت مغرمة بالطفل فيليب وحزنت عندما أبعدوها لأنهم يريدون مربية غريبة عن فرنسا. هناك شيء مهم قبل أن أنسى يا أنسة ليندا. ما هو؟ بالأمس كنت تصرخين في فيليب، لماذا؟ كلما سمع نفير سيارة انطلق يجري، وثياب الشرفة مخلخل، خفت عليه. هو تعود منذ كان عمره 3 سنوات كلما كان يسمع نفير سيارة والده يجري هكذا. حين هذا الطفل يجب أن تهتمي به، فهو يحبك جدا. بالطبع، إنني يتيمة مثله، فقد فقدت والدي أيضا في حادث طائرة. لكم الله يا ليندا. ولكن لماذا لا يعيش السيد رؤول مع والده؟ رؤول كان مثل والده عندما كان شابا، ويمارس نفس رياضته ركوب الخيل، مما يسبب القلق لأبيه ويذكره بواقعة سقوطه، وكثيرا ما طلب منه أن يمتنع عن ممارسة هذه الرياضة. أما عمله فهو يدير أعمال دي فالمي في بلفيغن. أنيسة ليندا، أنيسة ليندا. أجل سيدتي. بيرث ذهبت إلى قريتها اليوم، أريدك أن تذهبي أنت لتشتري دواء القلب وأقراص النوم من أجلي. أنا؟ أجل، أجل سيدتي. هل أصبت؟ كلا. أنا لم أصدمك، أنت التي سقطت على الأرض. كلا كلا. ماذا كنت تفعلين وأنت تقفين في منتصف الطريق؟ لقد كنت تقتلين، ويا ليتني قتلتك لأنك تستحقين ذلك. إنه ليس طريقا عاما، ولي الحق أن أقف في منتصفه أو أجلس أو أنام. وعلى أي حال، ما كان يجب أن تستدير وتنحني بسيارتك بهذه السرعة. إنني أعرف الطريق كظهر يدي، لكن لماذا تعتبرين أن لك الحق في الوقوف في منتصف الطريق؟ هل هذه كذبة؟ هذا الطريق ملكي، إنها مقاطعة فالمي. أجل، إنني أعيش هنا. مظهرك يدل على أنك لست واحدة من أقصد الخدم. على كل حال، إنني مربية فيليب. لقد أخبروني أنها فتاة إنجليزية. أنا راؤول دي فالمي. وأنا ليندا مارتن، المربية الجديدة من لندن. وأين كنت ذاهبة الآن؟ إلى الصيدلية التي بجوار الكوبري الذي أتيت منه لتقتلني. كنت ذاهبة لأشتري دواء القلب وأقراص النوم لمدام هيلواز. وأين بيرث؟ هذه مسؤوليتها. ذهبت لتزور أهلها. دعك من هذا الدواء، سأرسل برنارد لشرائه. اركبي الآن، هيا هيا إلى المنزل. مهلا، لا تمسك ذراعي هكذا. إنك لا تسيرين بطريقة صحيحة، أنت أصبت. أنا لم أصب، حاولت القفز بعيدا عن الطريق فانزلقت قدمي وسقطت على الأرض. وأصبت. خدش فقط في الركبة. نشكر الرب. وماذا أفعل أنا في سيارتي التي أصيبت؟ أصيبت مني أنا؟ كلا، أصيبت من الصخرة التي اصطدمت بها والتي حمتك من الاصطدام بي. أريد أن أعتذر لك يا سيد رؤول، فقد أنقذت حياتي بقيادتك الحسنة وكنت فظة معك. أما إذا كانت سيارتك أصيبت بسببي، سأقوم بإصلاحها من راتبي. شكرا، لم يصبها ضرر ولا حتى خدش، وأنا الذي يجب أن أعتذر لك. اركبي.
السيد فلوريموند موجود بالقصر هذا المساء. هل سيمكث طويلا؟ أظن أنه أتى فقط للعشاء، ولكن إذا كان الضباب كثيفا فمن المحتمل أن يمكث الليلة. هذا شيء آخر، أشكر الضباب عليه. ها نحن أمام القصر، هيا يا ليندا. رداءك قد تمزق من مقدمة السيارة عندما احتكت بك. راؤول، ها كيف حالك يا والدي؟ على ما يرام، ليندا مارتن. أجل سيدي. سمعت أن السيارة احتكت بك. الأنسة مارتن وأنا تقابلنا فجأة على كوبري دي فالمي. لقد أصبت في ركبتي وأنا أتفادى السيارة، ولم تلمسني سيارة السيد راؤول. هذا التمزق لا يحدث من السقوط، لقد تمزق هذا القماش بشيء حاد. هل تم هذا بواسطة سيارتك يا راؤول؟ من فضلك يا سيدي، إنه لا شيء، إنها غلطتي. ما هذا يا سيد ليون الذي تقوله؟ هل هي محاكمة؟ خرجت لشراء دواء لسيدتي هيلواز. وأين بيرث؟ عليك أن تسأل السيدة هيلواز. لا بد أنك كنت تسوق بتهور فظيع يا راؤول. ماذا؟ إنه يتحدث مع ابني ومعي بطريقة فظة. بإذنكما. لعلك تريد أن تراني يا سيد ليون. مدام سيدون قالت لي هذا. حسنا ليسي. هل اكتشفت شيئا ما عن إطلاق الرصاص يا سيد راؤول؟ لابد وأن السيد ليون أخبرك. إطلاق رصاص؟ إذن لا تعرف ماذا حدث؟ كلا، ماذا حدث؟ شخص أحمق أطلق رصاصة وكاد يقتل ابن عمك فيليب. ماذا؟ هل أطلق الرصاص شخص ما على فيليب؟ هل أصيب؟ كلا. أي طريق سلكت وأنت قادم؟ شرقا أعلى التل. ألم ترى أي شخص غريب في المقاطعة؟ كلا، أظن أنك اهتممت بهذه المسألة. بالطبع، ولكن لم نصل إلى الشخص الذي فعل هذا. كيف؟ وأنت تعرف يا سيد ليون كل كبيرة وصغيرة في مقاطعة دي فالمي. ليس هذا وقته. يمكنك الانصراف الآن يا ليندا. أنسة ليندا، أكل بيرس. ستكون هناك حفلة رقص عيد القيامة لموظفي القصر والعاملين في المقاطعة. أين؟ في سيبيروس. أوه، ليس لدي فستان رقص ولا أعرف متخصصا في الحياكة. أنا لدي ماكينة حياكة وباترونات. أوه، حسنا يا بيرس، وضع الحياكة فستاني، ولكن من أين يمكنني شراء القماش؟ من زينون. غدا سأذهب لشرائه. أشكرك يا بيرس. ألو سيد هيبولايت. أجل أنا. ليون إنه بخير. المربية الجديدة، لقد طلبتك من أجل هذا. أنا قد ندمت على توظيفها، هي قليلة الاهتمام بفيليب ولا تعلمه الإنجليزية كما كنا نريد، وتتصرف أحيانا تصرفات غريبة. نعم، أنا أخاف على فيليب منها، لقد أردت إعلامك بذلك. سنراقبها طبعا، وعند أي تجاوز سنبلغ الشرطة فورا. سنذهب في التمشية اليوم يا ميس ليندا. سنذهب إلى كوبري دي فالمي ثم إلى زينون. حسنا ميس ليندا، هيا. آنسة ليندا، آنسة ليندا. ويليام بيليك. إلى أين أنتما ذاهبان؟ إلى زينون للبحث عن محل أقمشة. اركبا، هي في طريقي. كنت أتوقع أن أقابلك اليوم. هذا هو كونتو دي فالمي،
تلميذي فيليب. أهلا كنت فيليب. ويليام بيليك صديق من إنجلترا يا فيليب، من عائلة كاتي زميلتي في المدرسة في لندن، ويعمل هنا في ديو ديونيه. وماذا تعمل في ديو ديونيه؟ أنا أعمل حارسة للغابة. ونحن لدينا حراس غابة في فالم. حسنا حسنا يا كنت فيليب. ولكن هل تركت إنجلترا لتعمل حارسا في غابات؟ إذن كاتي لم تقل لك. أجل، أنا لي منزل حسن في لندن، وعندما دخلت الجامعة تخصصت في دراسة لبعض أمراض أشجار الصنوبر. وهذه الأشجار توجد هنا، وصاحب العمل صديق والدي، ولهذا حصلت على هذا العمل لأطبق ما درسته. ألم تصلك رسائل من كاتي؟ وصلتني رسالتان تبعث فيهما السلام لك، وحدثتني تليفونيا وتنتظر منك رسالة. بمجرد أن أستريح سأرسل لها رسالة يا ويليام. أليست الحياة على ما يرام مع كونت فيليب في مقاطعة فالميا ليندا؟ لا، ليست كما يجب. هذا هو محل الأقمشة المشهور في زينون. أشكرك يا ويليام. هذا عنواني وتليفوني، ربما تحتاجين شيئا ما. مطعم وبار باركوك ماردي أو مقهى مريان في منطقة أفيان. أشكرك يا صديقي العزيز ويليام بيليك. حان الوقت للشوكولاتة فيليب يا أنسة ليندا. شكرا يا بيرث. بيرث هذه فتاة حسنة، لو ركزت عقلها في عملها بدلا من الجري خلف برنارد لصارت أفضل. أليست الأمور بينهما على ما يرام؟ إنه كبير جدا بالنسبة لها، ويدعو للشفقة. مدام سيدون، سيدتي هلواز في انتظارك. أجل، سأحضر حالا. ألو، عمي هيبولايت، كيف حالك راؤول؟ بخير يا عمي. وأخبار فيليب مع المربية الجديدة ليندا؟ أجل ليندا، فتاة واعية تحب فيليب جدا وتخاف عليه. كيف؟ لقد أخبرتني هيلواز بغير ذلك. لا يا عمي، لقد تعرض فيليب لإطلاق الرصاص وهو في جولة معها. ومن الذي حاول إطلاق الرصاص عليه؟ لا أعرف. وليون، والدك ليون أين كان؟ أنا خائف على فيليب يا عمي. ممن يا راؤول؟ من هيلواز ووالدي ليون. وحذرتك أن سياج الشرفة مخلخل. ها أنت قد سقطت مع قضبان الشرفة. أشكرك يا ربي، لولا هذه المرتبة التي وضعتها له أسفل الشرفة لأصيب بالكسور. ألم تكن معك بيرث؟ أتى برنارد وطلب منها شيئا ما. فهمت. حسنا حسنا يا صغيري، هيا لتخلع ملابسك المبللة. اترك يدك هنا، الألم. لا تخف لا تخف، سيذهب الألم حالا بعد الحمام. أنسة ليندا، هذه هي المرة الثانية التي نكون فيها شاكرين جدا لك لإنقاذك فيليب من حادثة ثانية تعرض لها. أليس غريبا يا سيد ليون أن يطلق الرصاص على فيليب ولا تعرف من أطلقه؟ وأليس غريبا أن يسقط فيليب من الشرفة ولا تسمع صوت سقوطه؟ وحجرتك بجوار الشرفة، وحتى لو لم تسمع، ألم ترى سياج الشرفة المخلخل من قبل؟ لا زلت أظن أننا سعداء جدا بمربية شابة كفء. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ لا شيء. حسنا، يمكنك الآن الانصراف. أجل، سأنصرف، ولكن أريد أن أسألك، متى يرجع السيد هيبولايت إلى القصر؟ ليست لدي فكرة، ولكن لماذا تسألين؟ لأن فيليب يسألني ولهذا سألت. إن أخي كسول، وربما يمكث 3 أشهر أخرى في اليونان. حسنا أنسة ليندا، لن أعطلك.
آنسة ليندا. أجل مدام سيدون. السيدة هيلواز تريد دواء القلب وأقراص النوم. وأين بيرث؟ طلقت تليفونا من قريبتها، يبدو أن والدتها مريضة. سأذهب حالا. ألو ليون. أخبرتني بالفعل هيلواز. ربما أكون مشغولا في مراجعة حسابات قصر ديفاني. هيلواز تراقب المربية. أجل كما قلت لك، حاولت أن أعرف من أطلق الرصاص ولم أصل إليه. أنا أريد الاستغناء عن المربية. السبب خلخلة سياج الشرفة التي وقع منها فيليب. ربما تكون هي. أعرف أن فيليب تركه أخونا أيتن ورحل عن دنيانا لنربيه نحن، وهو كذلك. ألو مستر ويليام بيلك. أجل أنا ليندا. مستر ويليام، هناك أمور أريدك بشأنها. أجل بصيدلية جورج بجوار الكوبري. أشكرك. الذي يحيرني يا ويليام هو الغموض الذي يكتنف هذه العائلة. أحس وكأنهم متربصون بالطفل فيليب، يدبرون له جريمة. خذي حذرك، ربما أبعدوا مربيته السابقة لأنها من فرنسا وأتوا بك أنت وحيث لا أب لك ولا أم. لا أعرف ماذا أفعل. تركيها لله وسوف يحقق لك والكونت فيليب النجاة. عودي الآن حتى لا تتأخري عليهم. سلام ويليام. أشكرك. هل ستذهبين في طريقي؟ راؤول، أقصد سيدي راؤول، ألم تكن في بليفيجين؟ لم أذهب، فقد كان لدي عمل في باريس. من ذلك الشخص يا ليندا؟ أي شخص؟ الذي تركك منذ قليل. صديق. أنك لا تعرفين أحدا هنا. حسن أعرفه، ويليام بيلك. إنجليزي؟ هل تعرفينه من إنجلترا؟ وهل هذا يهمك؟ لماذا كل هذه الأسئلة؟ أنا آسف يا أنسة ليندا، لم أقصد أن أستعلم في شؤونك الخاصة. إنها ليست خاصة، لم أرغب فقط أن أخبرك إني كنت أتجول في زينون لأبحث عن قماش فستان وقابلته صدفة. وهل أخبرت ويليام هذا عن حادثة إطلاق الرصاص؟ أخبرته. لم أعرف أنه من المفروض أن أقدم تقريرا لصاحب العمل عن كل شيء أقوله أو أفعله. إنني لست صاحب العمل. إذا لماذا تريد أن تعرف ماذا أفعل ومن أقابل؟ لأنني أريدك أيتها الحمقاء الصغيرة. هيا اصعدي. أتيت من حياتي الهادئة في الملجأ والمدرسة وأخشى من السقوط في حب رجل مثل راؤول، وأنا أنظر في عينيه وأرى اشتياقا كبيرا لي. أنسة ليندا. راؤول، ما هذا الفستان الجديد؟ انتظري، لماذا تحاولين الهرب وأنت بكل هذا الجمال الرائع والوجه الجميل وعيناك؟ أرجوك اتركني أرجوك. أنت تستطيع أن تمتلك أي امرأة، أما أنا مربية صغيرة. ليندا، كنت أبحث عنك. ما أعرف، وكنت في الطريق إليك. ماذا تفعلني هنا في حجرة الجلوس؟ كنت أستخدم مرآتك لأرى فستاني. الفستان الذي صنعته؟ أجل. إنه فستان رائع، لابد أنك بارعة جداً. تصبحين على خير يا ليندا. تصبح على خير يا راؤول. سوف يفتضح أمري، ليس في قصر فالبي فقط بل في سوبيروس كلها. لقد رأت حلواز الواقعة وراؤول يحتضنني بين ذراعي. عليك أن تذهب إلى حجرتك يا سيد فيليب. أين ميس مارتن؟ ستأتي حالا. لن أصعد حجرتي إلا إذا جاءت ميس مارتن.
سوف يفصلونني، سوف يبعدونني من فالمي. من؟ بيرث، هذا صندوق لك. شكرا. من را حرفان فقط؟ إنه راؤول، هو الذي أرسل لي هذه الأزهار، ويقول في ورقته أيضا: ضعي هذه الزهور فوق فستانك يا ليندا في حفل الليلة. مدموازيل مارتن، أجل، ترتدين فستانا جميلا، لماذا كنت تخفين نفسك؟ لم أرك ترقصين. لا أعرف أي شخص. ألم تعلمي يا عزيزتي أن كل ما تفعله عائلة فالمي يصبح حديث الوادي؟ علمت. إنك صغيرة جدا. بل بلغت 20. إلى أين ستذهبين إذا ما فكرت في الرحيل من فالمي يا مارتن؟ لماذا يقول هذا؟ لابد أن مدام دي فالمي قالت شيئا عن فصلي من العمل. يا إلهي، يبدو أن علاقتي براؤول أصبحت شاغلة الجميع. مارتن، يا ربي، ماذا في الغيب يا إلهي؟ مارتن، أين ذهبت؟ هل لديك أصدقاء في فرنسا؟ أم أنك وحيدة يا مدموازيل؟ مسيو فلورموند، فلنكن صرحاء، هل أنت قلق بشأني لأنهم رأوني بين ذراعي راؤول وسوف أفصل؟ ليس تماما، إنني قلق لأنك واقعة في حب راؤول يا طفلتي. وما الخطأ في هذا؟ إنك صغيرة جدا وليس لديك أي شخص تلجئين إليه. وهل مستحيل أن أجد شخصا ألجأ إليه كما تتخيل؟ وهل مستحيل أن ألجأ إلى راؤول؟ أنت وراؤول؟ كلا 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 كلا. لماذا؟ هل تعرفه؟ بل هل تعرفه جيدا؟ ما كان يجب أن أقول هذا، لكن هناك أسباب. أسباب؟ وهو كذلك، سوف نترك هذا، لقد حضرتني وهذا عطف منك، هل ننتظر ونرى؟ إنني مخطئ، يبدو أنك لست صغيرة كما ظننت، ونصيحتي لك جاءت متأخرة. أنت هنا؟ لماذا يا كارلو تخفيها في هذا الركن؟ لعنة الله عليك، كنت أراقب الأبواب لمدة ساعتين. عن ماذا هذه المناقشة الخطيرة؟ أنت أحد الأشياء، والآن خذ مس مارتن وارقص معها. لماذا تأخرت هكذا؟ كنت خائفة أن أنزل. بالطبع هلواز، وبالرغم أنها شاهدتك بين ذراعي لا تهتمي. هناك ظل رجل على الألواح، أتراه؟ إنه سيدك ليون يراقبنا. هيا هيا، هكذا هكذا لتعطيه ظهرك. راؤول، هل تحبني؟ إذا كان ما بيننا حب فأنا أريدك يا ليندا، أحتاج إليك. أحبك 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 يا راؤول. تتزوجينني يا ليندا؟ لكن والدك ما له وما لنا؟ سيكون غاضبا وقد يجعلك تترك بالليفجن. هل أنت خائفة أن يصاب مركزي وثروتي؟ لا داعي أن تقلقي بشأني، بطريقة ما أو بأخرى سأحصل على النقود. مغامر أنت. ألست أيضا مغامرة مثلي؟ أعتقد أنني كذلك. دعينا نحتفل بحبنا يا ليندا، نرقص ونشرب. راؤول، لقد وعدت فيليب أن أصعد إليه. سأصعد معك ونكسر كل القواعد في قصر فالمي، وسنتناول العشاء مع فيليب. رائع يا فيليب أن تظل مستيقظا إلى هذه الساعة، ألم تشعر بحاجة إلى النوم؟ أخاف أن أنام. لماذا؟ لأني أشعر بأحلام سيئة، أشخاص يأتون ويلمسون. هذه محاولة ثالثة لقتل فيليب. إنها مجرد أحلام، ما رأيك لو احتفلنا بابن عمك راؤول وتناولنا العشاء معه؟ وليمة منتصف الليل. بالطبع، سأخرج إلى الصالة وأبلغه بالتليفون. ما رأيك في هذا العشاء
الذي سميته وليمة منتصف الليل يا فيليب. أنا أحبك يا رؤول، وأتمنى أن تكرر هذه الوليمة. المهم أن تتناول عصير الليمون الذي أحضره لك رؤول. أترككما الآن يا عزيزي ليندا وفيليب، لأني سأعود إلى باريس. رؤول، فليحفظك الله في الطريق. كيف حالك اليوم يا فيليب؟ كما ترى. لقد أخبروني أنه كان لديك الليلة الماضية وليمة منتصف الليل. يجب ألا يضايقك هذا. ولماذا أتضايق؟ إننا نترك فيليب في رعايتك أنت. لعلك استمتعت بالرقص ليلة أمس مع راؤول. أجل سيدي، لقد استمتعت بالرقص جدا، إنه شيء رائع. تصبحين على خير. لماذا لا تشرب الشوكولاتة التي أعدوها لك يا فيليب؟ ما هذا الهمس؟ يا إلهي، من؟ بيرث، ماذا بك؟ أردت أن أحضر وأخبرك. تعرفين يا أنسة ليندا أنني سأتزوج برنارد. أعرف، اهدئي. أخذني حفلة الرقص وبدأ يشرب حتى سكر تماما، في الطريق إلى المنزل قال: عندما نتزوج سيكون لدينا ثروة كبيرة وسنشتري مزرعة. كان يتكلم بوحشية وأصابني بالفزع. قلت له: ومن أين ستأتي بنقود لتشتري المزرعة؟ قال: عندما فيليب. ماذا؟ عندما يقتل فيليب. استمري. قال إن السيد ليون وعده بالنقود. وصلنا إلى مربط الفرس. فيليب سوف يموت. فيليب سوف يقتل. متى؟ قال برنارد: قد وصلت رسالة أن السيد هيبولايت سيحضر مساء غد، ولهذا يجب أن ينفذوا خطتهم سريعا قبل حضوره. قال برنارد أنهم حاولوا قبل ذلك، ولكن من هم؟ عائلة آلي فالمي، ليون وهيليواز وراؤول. لا يمكن أن يكون صحيحا، هل تسمعينني؟ حاولوا بالفعل يا أنسة ليندا. أنسيت إطلاق الرصاص وسياج الشرفة المخلخل؟ أجل، لكن من أطلق الرصاص؟ برنارد. كلا، أقصد راؤول، ودفن برنارد الرصاصة. برنارد قال ذلك؟ أجل، إنه يكذب. من المحتمل أنه أطلق الرصاصة بنفسه. ما برنارد؟ ماذا بك؟ لابد أنك تشعرين شعوري. نستطيع أن نقرر معا فيما بعد من هو المذنب ومن ليس مذنبا، حتى ولو كانوا جميعا في المؤامرة. يجب أن نفكر ماذا سنفعل. يجب أن تذهبي الآن لتستريحي. ها هي خيوط جريمة قتل فيليب تتجمع، وأراها رؤى العين. لهذا كانوا يبحثون عن يتيمة من دولة أخرى لتصبح هي المجرمة القاتلة، ولهذا كان آل فالمي كلهم ضدي. فكيف أتزوج راؤول وأصبح يوما الكونتيسة دي فالمي؟ ليس أمامي الآن حل سوى أن أهرب بالطفل البريء الذي يريدون قتله ليحصلوا على أملاكه. فهمت يا ميس ليندا أن عم ليون يكرهني ويتمنى موتي. وأنا مثلك لا أحبه، ومن الأفضل أن نبتعد عن هنا. ولكن لا نستطيع أن نذهب إلى فيلا آن إذا لم يكن عمي هيبولايت هناك. سنذهب إلى ويليام بيليك ونظل معه حتى يأتي عمك في المساء. وهو كذلك. هيا فيليب، هيا. مدام دي فالمي نائمة، وبرناردو في حالة سكر، وليون ينتظر هناك وكأنه ينتظر قتلك. هيا هيا، سنحبط من السلالم الخلفية ومنها إلى المطبخ، بابه مفتوح ويؤدي إلى الحديقة الخلفية. وأنا أحضرت البطارية الخاصة بي. هيا يا ميس ليندا. هيا.
أهو يا فيليب الكوخ، لا بد أنه ما زال نائما. ويليام بلك، ويليام، ويليام، لا بد أنه ذهب إلى مطعم باركوك هاردي. فيليب انظر خلفك، القصر يبدو بعيدا، لكني ألمح سيارة تخرج منه، لابد أنهم يبحثون عنا. هيا 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 نتسلق هذا السلم، فأنا ألمح بابا مفتوحا أعلاه. هيا. أجل، إنه مخزن. أوه، هذه بطاطين، فلنسترح ولننم حتى الصباح. مستر بليك، جولز، لا يوجد أحد هنا؟ مس ليندا، إنه صوت بيرنارد. صعب أن يصعد السلم ويأتي إلى هنا طالما أنه لم يجد بليك أو زميله جولز. لعنة الله عليك أيتها اللعينة التي هربت بالكونت فيليب. مطعم لوكهاردي، من فضلك. نعم نعم، أريد أن أتحدث مع مستر ويليام بليك. أنا على مدخل مدينة زينون، سننتظره هناك، وهو كذلك. أرجوك عندما يأتي أبلغه أن ليندا تنتظره. انتظرنا صديقك ويليام ولم يأت، وها نحن قطعنا الطريق. مس ليندا، أترين البوابة الحديدية الضخمة أسفل التل هناك؟ أجل يا عزيزي فيليب، هي فيلا آن، نحن اقتربنا. ومن أين سندخل القصر؟ ها هي سيارة دخلت، لابد أنه عمي هيبولايت. هيا نسترح وراء هاتين الشجرتين الكبيرتين خلف القصر. إنه برنارد يا فيليب. أرأيت السيارة الأخرى؟ انظري مس ليندا، إنه راؤول. هيا نخرج الآن. فلننتظر يا مس ليندا. أنت متأكد يا برنار أنهما لم يدخلا من الباب الخلفي؟ سيدي، ليس هناك آثر لهما. سنذهب إذن إلى إيفيان، اتبعني. أجل سيدي. لابد وأن نظهر قبل أن يذهب إلى إيفيان. هيا يا مس ليندا. طالما ظهر راؤول فنحن في أمان. مستر راؤول، مستر راؤول. إنه صوت ليندا. ها هي ومعها فيليب. هيا يا سيدي هيا. شكرا لله، لقد انتهت المتاعب. راؤول، عندما وصلت إلى فالي أخبرني والدي أنك هربت ومعك فيليب، وقال إنه يظن أنك ستتصلين بي. كان هناك سبب واحد منعك من الاتصال بي، ومعناه أن شيئا ما قد حدث لك ولفيليب. راؤول، أنا قلت له وبصوت عال، سأتزوج ليندا، ولو حدث لها ضرر أو لابن عمي فيليب سوف أقتل. كلا كلا يا راؤول. أنا سعيدة برؤياك يا هيبولايت. ماذا بك؟ طاب مساؤك يا عمي. مسيو راؤول هنا. أهلا أهلا بك يا راؤول، هل وجدتهما؟ نعم يا عمي وبخير. فيليب بخير يا هلواز، وليندا مارتن بخير يا هلواز. عمي هيبولايت. حبيبي فيليب، حبيبي حبيبي. 3 أشهر وكأنهما 30 عاما يا فيليب، وأنا غائب عنك حبيبي. وأنا كنت أسأل عنك كل يوم، أنا ومس ليندا. طاب مساؤك سيدي هيبولايت. هذه هي الأنسة ليندا مارتن يا عمي، لولاها لقتل فيليب. مس ليندا، عزيزي فيليب، أظن أنه من الأفضل أن نناقش هذا الشأن في هدوء. دعونا نصعد إلى حجرة المكتب. هيا يا هلواس، ساعدها في صعود السلم يا راؤول. سنصل إلى الأفضل والأحسن لو قلنا الحقيقة ببساطة يا هلواز. ماذا تريد؟ تخبرين عمي هيبولايت بالحقيقة. لماذا لا تتكلمين يا هلواز؟ إذا كانت مصرة ألا تتكلم سأخبرك أنا بنفسي يا عمي. أنت اتصلت بي يا راؤول في أثينا يوم الاثنين ليلا، وطلبت مني العودة للقصر بأنك قلق بشأن فيليب،
وحدثتني عن حوادث وأصررت على حضوري لأن فيليب في خطر، وقلت شيئا ما عن المربية، وتحدثت هلواز أيضا عن المربية بكلام يخالف ما قلته يا رؤول، وفهمت أنا أن المربية الشابة موضع السؤال. تستطيع أن تنسى مربية فيليب يا عمي الآن. فيليب يبلغ 10 من عمره وقد مر اليوم بمتاعب كثيرة، وأقترح أن تسمحوا لي بأن أجلسه في الخارج. حسنا، لكن يا أنسة ليندا من الأفضل أن تكوني معنا. القصة يا عمي تبدأ وتنتهي مع السيد ليون الذي ائتمنته على ابن أخيك فيليب، وبمساعدة زوجته هلواز حاول أن يقتلاه هما الاثنان. لقد حكت لي هلواز بالتليفون محاولات قتل فيليب. إنني أقول الحقيقة أمام الله ولا أستطيع أن أخفيها من أجل والدي ليون، ليكون فيليب الضحية ليرث هو ممتلكات ابن عمي فيليب. سيدي، كل ما قاله السيد راؤول صحيح، هذا غير أنهما وضع سما لفيليب في مشروب الشوكولاتة، ولولا عناية الله لقتل فيليب. فقد شرب عصير الليمون الذي أحضره له السيد راؤول واكتفى به ونام. نعم، طفل صغير يشرب الليمون ولا يشرب الشوكولاتة، ماذا تريدون مني أن أقول؟ كل ما قاله راؤول صحيح يا هيبولايت، وفيليب بخير، ولا فائدة من مناقشة هذا الأمر. إن أردت أن تستحوذ على قصر فالمي وترسل ليون إلى بيلي فيجن ليموت هناك فافعل، لأن كل نقودنا في فالمي. فالمي كانت ملكا لزوجي، ما كان يجب أن يولد هذا الطفل، ما كان ينبغي أن يولد هذا الطفل أبدا أبدا، ما كان ينبغي أن يولد، ما كان ينبغي أن يولد. سيدي هيبولايت، لقد تشاجر السيد ليون مع برنارد وأطلق عليه رصاص ونجا برنارد، لكنه توعد السيد ليون بقتله الليلة. كل هذه المصيبة سببها أخوك ليون يا عمي، وسوف أذهب إليه حالا لأواجهه. رؤول سنذهب لإيقافه، هيا يا سيدون، لربما يقتل والده. لابد أن برنارد أطلق عليه الرصاص. لا يوجد أحد غيره خرج مسرعا من باب القصر ولم نستطع اللحاق به. سيدي ليون، أسرع يا رؤول، لقد قتل والدك. البوليس، الإسعاف، برنارد، بيرث، أين بيرث؟ اشربي. شكرا يا سيدون. بماذا تشعرين الآن؟ أنا آسفة، لم يغمى علي أبدا من قبل. أخبريني، هل أصيب السيد ليون؟ ألم تدركي؟ ليون أطلق الرصاص على نفسه. قالت بيرث هذا عندما حضر البوليس قبل رفع الجثة في عربة الإسعاف. هو قد قبض على بيرث وهلواز في مستشفى الأمراض النفسية تحت حراسة الأمن. آه يا ليندا، لقد انتهت قصة قصر فالمي. أنسة ليندا. سيدي هيبولايت، هاتي يديك أقبلهما. سيدي أنا قلت لك يا مربية فيليب الصغير المخلصة، هاتي يديك. أنا لم أتي هنا لأشاهد جثة ليون، فالقانون سيأخذ مجراه، إنما جئت من أجلك لكي تسامحينا. جئت لأشكرك لأننا ندين لك كثيرا على أنك تحملت قهر وظلم ليون في حرصك على فيليب. لهذا قررت أن تبقي في رعاية فيليب في فيلا آن، وستكون حجرتكما بجوار حجرتي. ورؤول يا سيدي، أقصد. لا تقلقي، أنتما الاثنان خير من يحافظ على فيليب. رؤول سيأتي إليك في المساء ليصحبك إلى فيلا آن. هيا يا أنسة ليندا. رؤول قبض على برنارد وقد يستدعي القضاء أيا منا لسؤاله، أما دي فالمي وبيلي فيجن وفيلا آن سأديرهم مع عمي هيبولايت. ماذا؟ قلبي يدق بوحشية. هل تنوين أن تمكثي في فيلا آن لفترة مع فيليب؟ لا أعرف،
لم أفكر في الأمر بعد لارتباطي بعزيزي فيليب. راؤول ماذا؟ ماذا يا حبيبتي؟ هل زلت تريدني؟ لن ولم أعترف. يا أعظم بلهاء عرفتها في حياتي. أحبك يا راؤول. وأنا أموت في ليندا. كنتم مع قلعة الخطر، جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات نبيلة حسن، عبير منصور، فتحي الكوفي، نادية رشاد، سهير البدراوي، محمود زكي، مفيد عاشور، طارق إسماعيل، أحمد خليل، لبنى الشيخ، همام عبد المطلب، والطفلة ولاء أسامة. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. قلعة الخطر، تأليف ماري ستيوارت، إعداد درامي السيد فراج، إخراج ناهد الطحان.